علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق. مرحبا. لا شك أنه اليوتيوب هو أهم موقع فيديو على الإنترنت، ورغم محاولات الفيسبوك المستمرة لمنافسته لسه في فجوة كتير كبيرة من حيث الكم والنوع، والأهم من هيك الربح. على فيسبوك لهلأ ما في أي طريقة حدا يطلع مصاري من إنتاجه، ورح نحكي كيف الواحد بيطلع مصاري وكيف اليوتيوب بيضمن له حقه وحق غيره. بشكل أساسي مصاري اليوتيوب بتجي من الإعلانات. أنت بتعمل فيديو بترفعه على اليوتيوب، اليوتيوب بيحط دعايات على الفيديو، عزيزي المشاهد بيشوف الفيديو والدعايات اللي عليه، الجهات اللي مشترية الدعايات بتدفع لليوتيوب، يوتيوب بيدفع لك حصة من هدول المصاري. هذا المبدأ سليم، بس الموضوع مو بهالسهولة. أول شيء الواحد ما بيبلش يطلع مصاري غير لحتى تنتشر فيديوهاته لحد معين، يعني لازم يكون عدد المشاهدات كتير كبير لحتى المبلغ يكون محرز. لحتى الفيديو ينحط عليه دعايات لازم يكون محتوى الفيديو أصلي بشكل شبه كامل، يعني إذا الفيديو فيه غنية أو صورة أو مقطع فيديو لحدا تاني فما بيطلع عليه إعلانات، وإذا طلع عليه فصاحب الفيديو الأصلي هو اللي بياخد مردود هدول الإعلانات. أما بالنسبة للأرباح فجوجل ما بتقول بشكل صريح قديش بيطلع لصاحب الفيديو على المشاهدة، لأنه بتفرق حسب نوع الإعلان. في دعايات بتطلع قبل الفيديو لمدة 5 ثواني أو 20 ثانية أو 30 ثانية، في دعايات بتكون بس صور بتطلع أسفل الفيديو أو جنبه إذا ما كان الفيديو شاشة كاملة. واليوتيوب ما بيحط إعلانات على كل الفيديو مشان اللي عم يتفرج ما يضوج. وعامل تاني مهم هو إذا المشاهد عم يتفاعل مع الإعلان، مثل إنه يكبس عليه أو يكمله للآخر. كل هاي العوامل بتخلي من الصعب إعطاء أرقام دقيقة عن الأرباح، بس يقال بشكل عام إنه بعد ما تحقق القناة انتشار جيد ويكون محتوى مقبول وما في مشاكل حقوق ملكية، ممكن تطلع الألف مشاهدة بين الدولار والخمسة دولار. في موقع اسمه Social Blade بيلاحق هاي الأمور وبيعطي أرقام تقديرية عن أرباح قنوات اليوتيوب. تقدروا تدوروا على القناة اللي بدكم ياها وتاخدوا فكرة عن المشاهدات والأرباح بشكل تقديري، بتلاقوا الرابط بوصف الحلقة. سهل نسبياً الواحد يبلش، بتعملوا قناة من الإعدادات وبتعملوا حساب على شيء اسمه AdSense اللي هو منصة تبادل الإعلانات التابعة لجوجل. إذا حابين تعرفوا تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع خبروني بالتعليقات وممكن نعمل سلسلة حلقات عنه. حكينا أنه لازم يكون محتوى الفيديو أصلي، طيب كيف بيعرف اليوتيوب شو أصلي وشو لا؟ بيعرف عن طريق نظام اسمه Content ID. أصحاب المحتوى الأصلي مثل الأغاني والمسلسلات والأفلام وحتى الرياضة بيحطوا محتواهم على هذا النظام، وأي فيديو بينرفع على اليوتيوب بيتقارن معهم، وإذا كان في تشابه بيقرر صاحب الحقوق إذا بيسمح للفيديو ينعرض وياخذ هو مصاري الإعلانات أو يمنع الفيديو بشكل نهائي. وهذا النظام بينطبق كمان على محتوى اليوتيوب نفسه مشان ما تجي قناة تسرق فيديوهات قناة تانية. وطبعا القنوات اللي بتجي عليها شكاوي متكررة بسرقة محتويات من غير مصادر أول مرتين بتتعاقب وثالث مرة بتتسكر بشكل نهائي. وأخيرا في طريقتين تانيين لربح المصاري عن طريق اليوتيوب. الأولى عن طريق صفقات الرعاية، وهي صفقات تجارية بتعملها أطراف خارجية مع القنوات اللي عندها جمهور كبير بهدف تسوق لمنتجات معينة أو تحط لوجو معين بقلب الفيديو. والتانية هي عن طريق التبرعات والتمويل الجماعي. لما يصير في علاقة قوية بين المنتج الفيديو والجمهور ممكن كمان يطلب منهم يدفعوا اشتراكات أو تبرعات بسيطة منشان يقدر يضل عم يقدم المحتوى اللي بيحبوه.
طبعا بتلاقوا روابط كل شي حكينا عنه اليوم بوصف الحلقة. وإذا عجبتكن لا تنسوا تتابعوا صفحة سوريالي على الفيسبوك وقناتنا على الساوند كلاود. سلامات. علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق.